طيب النهارده الحقيقه ايضا اقيم استفتاء اوسكار المسا، المسا والكره والملاعب، الملاعب الرياضي يعني زي ما حضراتكم شايفين، لعام 2023 النادي الاهلي حصد جائزه افضل فريق في مصر، وطبعا ده بعد الانجازات اللي حققها النادي الاهلي في الفتره الاخيره. ايضا الكابتن محمود الخطيب كان او حصل على جائزه افضل شخصيه رياضيه لعام 2023، وكالعاده سيطر النادي الاهلي على جوائز الاستفتاء، حيث حصل محمد الشناوي على جائزه افضل حارس مرمى لعام 2023، مروان عطيه على افضل لاعب وسط، وعلي معلول على افضل لاعب اجنبي، ومحمد عبد المنعم على افضل مدافع. الحفل طبعا حضروا مسؤولي مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية، في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. تعالوا نشوف تقرير عن هذه التكريمات ولقاء مع دكتور أشرف صبحي على هامش هذه الاحتفالية، ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم مرة أخرى. دايما انا ببدا يعني الحقيقه طالما احنا في تجمع رياضي وفي اوسكار يعني نتمنى والدعاء من القلب بالشفاء العاجل لاخونا العزيز معالي الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، ان شاء الله يعني ربنا يعني يشفيه ويقومه على خير، ويعني كلنا نبقى مبسوطين بيه ان شاء الله. اكيد الاوسكار السنه دي يعني ده مناسبه سنويه، دار التحرير من فترات طويلة وهي بتطوره، يعني أستاذنا العزيز أستاذ إياد أبو الحجاج الحقيقة في دور كبير، وزملائه الأستاذ عبد النبي والأستاذ محمد دمرداش يعني عاملين حاجة كبيرة وجميلة، إن إحنا الدور الاجتماعي للمؤسسات الإعلامية أو الصحفية في يعني الوسط الرياضي والمنظومة الرياضية الحقيقة ده الهدف الأساسي، إن إحنا نلتقي ونشوف ابطالنا ونشوف يعني المؤسسه الرياضيه بهذا الشكل اللي دايما كلها يعني في ظل المجتمع المصري وفي ظل تحديات الدوله المصريه وفي ظل رؤيه القياده السياسيه للرياضه والقطاع الشبابي اللي دايما بنعرب عن يعني وجود المؤسسات الرياضيه كلها خلف رؤيه سيادته وقراراته وقرارات الدوله المصريه. احنا النهارده طبعا كان في اكيد في لجنه بتكون موجوده، شفنا العديد من المؤسسات كرمت سواء يعني في النادي الاهلي وفي النادي الزمالك ونواب ومؤسسات رياضيه اخرى، وشفنا نادي بيراميدز، شفنا معلقين ومذيعين وصحفيين وافضل رياضيين وافضل رياضيات. الحقيقه كمان احنا بنحتفي بان الاعداد الحمد لله بتزيد للمؤهلين، احنا قربنا على 70 وده اكبر رقم للمؤهلين في اولمبياد باريس حتى تاريخه، لان لسه التأهيل ماشي لغايه مايو 2024. شخصية العام الرياضية تحملت الكثير والكثير في سبيل مواجهة التحديات التي تواجه ناديها، ونجحت في تعديل مسار ناديها ليحقق في موسم واحد ما لم يتحقق من قبل من بطولات وألقاب بدعم مباشر من مجلس إدارة النادي، مع خالص دعوتنا القلبية بالشفاء العاجل للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الذي يمر بوعكة صحية، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل له. شخصية العام الرياضية تذهب إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويتسلمها الأستاذ خالد مرسي مدير النادي الأهلي بالجزيرة. أفضل حارس مرمى في 2023 الكابتن محمد الشناوي. أفضل مدافع في 2023 الكابتن محمد عبد المنعم. أفضل لاعب وسط في 2023 الكابتن مروان عطية. أفضل لاعب أجنبي ل 2023 الكابتن علي معلول.
ويتسلمها عنهما الأستاذ خالد مرسي مدير النادي الأهلي بالجزيرة، فليتفضل. الحقيقة يستحق الحقيقة النادي الأهلي في هذا الموسم أو الموسم السابق يعني أن يكون الأفضل في كل شيء الحقيقة كابتن محمود الخطيب بشخصية العام الرياضية، لأنه فعلا الكابتن محمود تحمل الكثير والكثير حتى يصل. أو الحقيقة يعني كابتن محمود مش إحنا اللي هنتكلم عنه، لأنه كل مصر بتحب هذا الرجل.